قال من في الكبر بسلطان الله تعالى؟ قلنا الكبر ما هو؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. ماذا يعني بطر الحق؟ يعني رفض الحق. أنت الآن وقعت في أمر كنت تعتقد أنه صواب، فجاء زيد من عامة الناس أو من علية القوم أو هو نظيرك، جاء ولفت انتباهك وأتاك بالدليل والبرهان على أنك مخطئ. فالكبر أن تقول له: لا، أنا على صواب وأنت على باطل. هذا هو الكبر. بطر الحق، رفض الحق، رفض الحق، هذا هو الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: وانفي الكبر. كيف أنفي الكبر يا شيخنا؟ قال: بسلطان الله تعالى. بسلطان الله تعالى، يعني أنت متى، كيف تستطيع أن تنفي، أن تطهر قلبك من الكبر؟ بأن تستحضر في قلبك دائما سلطان الله عليك، سلطان الله عليك، وأن تستحضر دائما في عقلك وفكرك وقلبك قدرة الله عليك، وبذلك تنفي الكبر عن قلبك. قال: وانفي الكبر بسلطان الله تعالى. يعني الحديث عن الحسد، الحديث عن سوء الظن، الحديث عن الكبر، هذا كله يحتاج إلى كلام طويل، ولكن الشيخ يعني أو نجتزئ نحن بهذه الكلمات كي نفهم فقط مراد الشيخ.